انت بألف خير. مشاهدينا ننتقل وحضراتكم للويبدة، وهي إحدى جبال عمان التي تحمل بين تضاريسها ذكريات وأماكن ساهمت بشكل كتير كبير في إثراء الثقافة والتاريخ الأردني. جبل الويبدة رح نتعرف عليه بطريقة مختلفة ويعني جمالية مختلفة أيضا من خلال تقرير يعني زملائنا أحمد الجابر وليث العجلوني. تمثل الويبدة أهم مناطق عمان التاريخية ومثالاً على تعددية المجتمع الأردني، وأملاً متجدداً لإنتاج مزيد من الثقافة والفن اللتين تعكسان أصالة الأردني وتتقدمان بحدثيتها. تجولت كاميرا الأردن اليوم في أحد المؤسسات الثقافية في جبل الويبدة، دارة الفنون، مؤسسة خالد شومان التي تحتوي على العديد من المعارض والبيوت ذات الرمزية الثقافية والتاريخية والتي تعكس هويتها المعمارية تاريخ وأصالة الأردن، حيث تجتمع بها فن العمارة والآثار. دارة الفنون يوجد فيها دار خالد والتي عاش فيها شاعر الثورة العربية الكبرى فؤاد الخطيب، كما سكنها رئيس الوزراء الأسبق سليمان النابلسي، إضافة إلى البيت الأزرق الذي شيد في زمن الحاكم العثماني لمدينة عكا في فلسطين إسماعيل حقي عبده. جبل الويبدة هو أعرق جبال عمان السبعة الذي يمتاز في المنازل والبنايات والكنائس والمساجد القديمة التي يعود بناؤها إلى بداية القرن العشرين. جبل الويبدة كان من أهدى الجبال وما يزال إلى يعني قبل حوالي 4-5 سنين، يعني جبل هادي جدا، وكان يعني مشهور إنه مشاهير البلد كانوا ساكنين فيه، منهم يعني في 2 من رؤساء الوزراء ساكنين، هم سمير باشا الرفاعي وسليمان النابلسي، كانوا مقابل بعض ونحن بنشكل رأس مثلث معهم في المنطقة تحت. في دار الهنداوي ودار الحديدي، هذول من قدام البلد كانوا يشتغلوا في وزارة المواصلات، كانت البريد سابقا اسمها، تشمل كل في من الوزراء اللي كانوا ساكنين في جبل الويبدة مروان دودين. المنطقة هذه لها طابع خاص من كل بعيدا عن كل مناطق عمان، هي منطقة فيها يعني تجانس رائع من كل الأطياف ومن كل الأفكار، منطقة وادعة، منطقة هادية جدا، وبالتالي يعني أنا حبيت أن يكون عندي مشروع يبدأ من هذا المكان. وطبعا هي جبل الويبدة كانت أهدى شوية كمان بالفترة اللي فاتت، لكن الآن شوية طبعا لأنه الناس عرفتها وعرفت المنطقة وفي فعاليات كثير صارت فيها فتسلطوا الضوء عليها، فصار في عليها حركة كويسة وصار في عليها ناس وفتحت فيها مقاهي كثير كمان، وطبعا كلياته بيصب في مصلحة المنطقة، وبيضيف لها بعض اللمسة الجمالية اللي هي أوريدي من أول في بيوتها القديمة العتيقة. يعني تطور الجبل ليصبح مقصداً للمثقفين والفنانين وليشهد حراكاً ثقافياً ليحتضن رابطة الكتاب الأردنيين ونقابة الفنانين والعديد من المسارح والمقاهي الثقافية، ليكون الجبل شاهداً على صناعة الثقافة والجمال في الأردن. تتقبل الفن بجميع أشكاله اللي هي جبل الويبدة، يعني فيها الفن مشكل كثير، يعني عادي أنا لما أمشي بالشارع لابس بدلة حمراء
الناس ما بتستغرب يعني صراحة، لأنه خلاص معروف الويبدي يعني أهل الفن، رسامين، ممثلين، مصممين، نحاتين، يعني يعني صاروا يشتغلوا شغلات كتير غريبة وبنفس الوقت كتير لطيفة وكتير مميزة. فجبل الويبدي يعد من المناطق المميزة والمناطق اللي علمها برضو العالم اللي فيها مش مثل المناطق اللي برا، يعني كلنا خير وبركة بس تمييزهم غير، ستايلهم غير، حتى معاملتهم مع بعض غير، معاملتهم مع المنطقة مختلفة كمان. يعني احنا الحمد لله لحد هلأ محافظين على تراث جبل الويبدي ومحافظين على الأماكن والمحلات والبنايات والشغلات القديمة، يعني عم بنظبط فيها، نعملها شغلات وهي نفسها، يعني بتكون البناية كتير قديمة بنعملها كم من شغلة على أساس يضل التراث وتكون إشي كأنه جديد. عبق التاريخ، تاريخ وطن بأكمله ورجالات بنوا الوطن، سكنوا هذا الجبل، جبل الويبدة، الذي يتميز بطراز معماري يعكس تاريخ العاصمة عمان ويتلون بمزيج من تعددية الطوائف والأعراق التي سكنت هذا الوطن. يعني شكرا للزملاء على إعداد هذا التقرير. بالفعل جبل الويبدة أيضا يعني صار اسم ورمز للثقافة، للفن، للأصالة، لكل ما هو هيك عتيق. يعني في كثير من الأشخاص مقصدهم الأول والأخير هو جبل الويبدة، لأنه ببساطة الواحد بيشعر هناك بالرقي، بالأصالة، بعبق الماضي، بالثقافة، هيك بيشتم أيضا هيك نكهة ورائحة كل ما هو عريق يعني في مجتمعاتنا. حتى الواحد هيك بتجول بكزدر في الشوارع بحس بقرب هذا المكان. شكرا جزيلا لجميع المراسلين، لزملائنا احمد الجابر و يعني سامحني اسم زمان وليث العجلوني ايضا على اعداد هذا التقارير. بتوعدونا ايضا انه يكون يعني كاميرا الاردن اليوم تكون موجوده مثل ما هو المعتاد، يعني في جميع المناطق، في جميع الشوارع، في جميع الجبال، في كل الأردن إن شاء الله، حتى ننقل الصورة الحقيقية لجماليات الأردن. فاصل مشاهدينا ونعود.